كفاح بائس من أجل الحياة، هذه ليست قصة فيلم ولا عنوان رواية، بل هي جملة قالتها ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن ملخصة حال الطفولة في البلاد. كل 10 دقائق على الأقل يموت طفل واحد بأسباب يمكن الوقاية منها كالإسهال وسوء التغذية، وبات الأطفال يمثلون ربع عدد الوفيات بسبب وباء الكوليرا و50% من إجمالي عدد حالات الاشتباه بحسب منظمة اليونيسف. الوباء الذي تخطى عدد حالات الاشتباه به حاجز 100,000 حول الوضع الصحي السيء للأطفال إلى الأسوأ، وباتت أرواحهم تتأرجح بين الموت نتيجة لسوء التغذية أو الكوليرا أو الاثنين معا. فالكثير من الأطفال ممن لقوا حتفهم بوباء الكوليرا كانوا يعانون أصلاً من سوء التغذية الحاد. الفئات الأشد ضعفاً هي الفئات الأكثر تضرراً من الوباء كالأطفال والمسنين، ويصيب وباء الكوليرا طفلاً واحداً كل دقيقة بحسب بيان أخير لمنظمة رعاية الأطفال، أي أن 106 أطفال يصابون بالعدوى كل ساعة. ليؤكد ما جاء في بيان آخر للصليب الأحمر قال فيه إن 1 من كل 200 يمني يشتبه في إصابته بالمرض، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في اليمن وصل تفشي وباء الكوليرا. وبسبب التسارع المخيف لانتشاره تجاوزت عدد الوفيات 900 حالة في 20 محافظة. علاج الكوليرا يعد سهلاً وغير مكلف، هذا ما تقوله المنظمات، وتبرر صعوبة القضاء عليه بتضرر البنية التحتية وتهالك الاقتصاد وانعدام الأمن الغذائي وكذا الحرب المستمرة.